السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء. درسنا اليوم في مادة التربية الإسلامية الدرس الثالث بعنوان الأذان والإقامة. الأذان والإقامة، طبعا الأذان والإقامة هذه أمور متصلة بالصلاة، وكانت معنا في الفصل الأول دروس عدة في الصلاة وكيفية أداء الصلاة وخطوات الصلاة وأيضا خطوات الوضوء. أما الآن في الأذان والإقامة، كلمات الأذان يا طلاب عند دخول وقت الصلاة ينادي المؤذن قائلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. طبعا يا طلابي، كلمات هذه كلمات تفيدنا جدا في معرفة دخول وقت الصلاة. طبعا مواعيد الصلاة هي الصلاة 5 صلوات في اليوم، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. طبعا كلمات الأذان تختلف عن الإقامة. الأذان يكون كما ذكرناه قبل قليل، هنا تكون مكررة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر 4 مرات. الإقامة مرتين، أشهد أن لا إله إلا الله كمان هنا مرتين، في الإقامة مرة واحدة، أشهد أن محمد رسول الله أشهد محمد رسول الله مرتين، ثم هنا في الإقامة مرة واحدة، وحي على الصلاة حي على الصلاة مرتين، حي على الصلاة مرة واحدة في الإقامة، وحي على الفلاح مرة واحدة في الإقامة، أما حي على الفلاح في الأذان مرتين، ثم بعد ذلك يتوحد في نهاية الله أكبر الله أكبر ولا إله إلا الله مرتين، مرة ومرتين ومرة في الأذان وفي الإقامة. الإذان هو قبل، يعني قبل بدء الصلاة، إنه وقع الآن وقت الصلاة. الإقامة اللي هي أثناء وقوف المصلين أو أثناء يعني البدء بالصلاة. هذه كلمات الإقامة. طبعا بعد الأذان يقيم المؤذن الصلاة. الإقامة تكون بعد الأذان. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وبعد ذلك طبعا ينتظر المصلون خلف الإمام لأداء الصلاة. طبعا أيهم يكون أولا؟ الأذان أولا ثم الإقامة يا طلابي. ونتعلم ونحفظ أن نصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وصلي على النبي بعد الأذان قائلا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعد. طبعا نضع دائرة الآن حول الجملة التي توجد في الإقامة ولا توجد في الأذان. هذه قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، هذه توجد في الإقامة ولا توجد في الأذان. فلا ننسى يا طلاب أن الأذان يسبق الإقامة. الأذان يعني دخول وقت الصلاة، ينادي المؤذن قائلا الكلمات التي ترددناها قبل قليل، أما الإقامة تكون أثناء أداء الصلاة وهي بعد الأذان. وشكرا جزيلا يا طلابي لحسن استماعكم.